مشاهدي قناة باستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. كشفت ممثلة ومقدمة البرامج بشرى أغبي تجربتها مع الحمل. بشرى نوهت أن نصائح الحمل الطبية يجب أن تأخذ من عند طبيب وليس من تجارب الأشخاص. كاين حاجات شغل حاجات باينين، فهمت؟ وشغل بزاف أني أونسانت، أني خايفة نولد، راني هكا. بصح يا حبيبتي، نهار تقرري تجيبي بيبي باينة بلي كي حتولديه. شغل في الأول الإنسان كي ديسيدي يجيب بيبي على بالو بلي فترة الحمل. بزاف هم يسقسوني اللوحم كيفاش ندير هذيك، كل وحدة ولوحم ديالها. واللي جابوا دراري عندهم زوج ولا ثلاثة يكونفيرميو لكم باللي لا بروميير غروسيس تقدر تكون ماشي كيما الدوزيام. تقدر. كاين المرا اللي في الديبي تاع لا غروسيس يجوها لي نوزي، كاين المرا اللي تكمل لا غروسيس تاعها كاع مسكينه، هي الحاجة اللي تاكلها تردها. كاين المرا اللي ما يجوهاش كاع. دونك كل وحدة وكيفاش. تعب لابد منه، تحسي روحك تعبانه لابد، تحسي واحد لي سامبتوم شغل بيزار بصح ما يخوفو. شوفوا هذا الحمل مدهولك ربي، ما يقدرش ربي يمدلك حاجه اللي تقدر تضرك. دونك ديري في بالك باللي اي حاجه تحسي روحك فيها مال هذه الحاجه راح تجوز اون فوا تولدي باذن الله. امني بهذا الشيء، الخوف هذا اللي راهو يركبكم صدقوني على والو. شغل جو لو فوا دو بلوز اون بلوز. دونك ما باليش اسكو دركا باسكو راني نقرا لي ميساج تاعكم ولا سي ريالمون هذا الخوف راهو موجود. باسكو بزاف ما كاش علاش تخافي، ما كاش علاش تخافي، رانا في يدين ربي. شوفي كي يكتب لك ربي حاجه تصرالك بلا ما تكوني حامل، تصرالك كيما يكتبها لك ربي. كي تلطف بك ربي يتلطف بك. ديري بالك باللي ربي مادام انت راكي بالحمل، راكي تجوزي تغيرات واضطرابات هرمونيه، وراكي 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 سيتادير راكي تي دون اون في، راكي تمدي حياه الانسان. هذا كاع تؤجرين عليه، ربي ما حش يقدر يضرك في حاجه كيما هذه، فهمتي؟ سينو لازم تتعلموا تقراو، اقراي حول الجسم ديالك، اقراي على التغيرات اللي صراو للجسم ديالك، اقراي الجسم تاعك واش راه رافد، احسني عاونو. دونك انت كي تحسي حاجه راهي توجعك احسني عاون هذا الجسم. كي تفهمي باللي الجسم تاعك راهو يمر بزاف اضطرابات وتغيرات، تفهمي باللي كاع واش يجوز عليك سي جوستيفي. اوجاع، يطلع لك السكر، يطلع لك لا طونسيون، كاين اللي عندهم الغده الدرقيه، كاين 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 كاين، وربي هو الستر. انا مانيش طبيبه، ما نقدرش نجاوبك على مثلا دوك اللي بعثوا لي بنات يقولوا لي قولي لي شحال طلع لك السكر باش عطاو لك الانسولين. راني نقول لك مثلا انا ما على باليش شحال نقول لك طلع لي. انت ويطلع لك اكثر مني وطبيب قال لك ديري ريجيم ما ديريش الانسولين، تبعيني انا باسكو درت الانسولين. انا يا وثقت في طبيب واش قال لي درت، والحمد لله كلش داز بخير، فهمتوا؟ دونك سا سيغ ريان دو. ولا جي لامبرسيون كو دي فوا كاين لي ال سيدونتيفي اوتوماتيكمون ا اون اوتر بيرسون بلا ما يكون عندها هذوك الاعراض. شغل هي راهي حامل برك، غير تسمع وحده عندها سكري الحمل تبدا تقول لك قولي لي كيفاش حتعرفتي بلي عندك، شحال كان يطلع لك، شحال تتوسوس بلي انا ثاني بالك عندي. ما شوفي بعد فتره الحمل ما تخافيش تجيك حاجه هكاك برك، باسكو في فتره الحمل بالذات راكي ديري لي كونترول اكثر من اي وقت مضى. دونك بين شهر وشهر راكي تشوفي طبيبتك، تعاودي لي زاناليز. تما ما تقدرش تصرى لك حاجه اللي تهلكك وما فقتيلهاش. تفيقي لكلش في فتره الحمل باسكو راكي كونستامون ديري لي كونترول ديالك. دونك ما تخافيش، اسمعي غير الحاجات الملاح. فوالا لي عرض اعلاناتكم على باخت باستارز. تواصلوا معنا عبر البريد الالكتروني وتطبيق الانستغرام، وتشجيعا لنا اضغطوا على زر الاعجاب، واشتركوا في باستارز على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تيك توك انستغرام.